الغلاء يا رب. آمين. آمين. بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. عايزين نشوف الآيات اللي هنا في أرميا، وإن كنا بنتكلم الفترة الأخيرة مع ناس حتى أوفرسيز من الفلبين وما أعرفش إيه على حاجات اللي هتحصل في الأيام اللي جاية. فخلينا نقرأ أرميا ونشوف هيقول إيه. أرميا كان طبعا عارفين أرميا دوت يعتبر النبي الباكي. الحزين الباكي سلامنتيشن دي باكي يعني. الحزين All right. عايز توعظ؟ كلمني. اوكي. فعنده ايه أرميا وفي مراسي أرميا، ان هو كان بيرسي اللي بيحصل مع الشعب وكده. أرميا 9 بيقول ايه؟ ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا على قتلى بنت شعبي. يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين، فأترك شعبي وأنطلق من عندهم، لأنهم جميعا زناة جماعة خائنين. كلام صعب شويتين يعني، بس أنت اللي اخترته يا أمين. يمدون ألسنتهم كقصيهم للكذب، لا للحق قووا في الأرض، لأنهم خرجوا من الشر إلى شر، وإياي لم يعرفوا، يقول الرب. احترزوا كل واحد على صاحبه وعلى كل أخ لا تتكلموا، لأن كل أخ يعقب عقبا وكل صاحب يسعى في الوشاية. كلام ده بالظبط كلام نبوي قوي حاصل بيننا في الأيام دي. ويختل الإنسان صاحبه ويتكلمون بالحق. علموا ألسنتهم التكلم بالكذب وتعبوا في الافتراء. مسكنك في وسط المكر، بالمكر أبو أن يعرفون، يقول الرب. كلام كبير قوي يعني. بيشتغلوا بالتريشري بالغش، بالأدالتري اللي هو بالزنا، أيدولاتري بالعبادة الأوثان، وعملوا كل حاجة تضايق ربنا، وبيوشوا كل واحد على صاحبه. لأن هنا يعني عندنا إحنا البداية بتاعت اللي انتم مريتوا بيها في البلاد عندكم، مقفلين علينا البلد تاني أسبوع اهو داخلين على الثالث، والناس بتوشي على بعضها وابتدت حاجات مش كويسة تحصل. يروح يفتش شنط الناس يشوف واخده ايه والكلام ده كله. فاحنا داخلين على ازمنه ربنا يحافظ علينا فيها، ازمنه صعبه. لكن الايه اللي بعدها، لذلك هكذا قال الرب جنود، هانذا انقيهم وامتحنهم. شعب الله اللي هم اليهود او اسرائيل، مش يهود بس، يهود يعني يهوذا، اسرائيل يعني ال 12 سبت. ربنا بيقول أنا هنقيهم وأمتحنهم، لأني الكلمة دي عايزاك تسمعها، كل واحد ياخدها لنفسه. ماذا أعمل من أجل بنت شعبي؟ ربنا بيقول لك وبيقول لي، بيقول لي كل واحد فينا، إيه اللي أنا أعمله ما عملتوش لشعبي؟ الآية دي دايما بتحرك قلبي بدرجة، وفي كذا آية شبيهة ليها. ربنا بيقول إيه اللي أنا أعمله لقرني، حتة تانية في إشاعية، وأنا ما عملتوش. تكون عندك حد بتحبه قوي، ابن مثلا، كلنا نشكر ربنا اختبرنا يعني ايه ابن دلوقتي، فبنتكلم من مشاعر احنا فاهمينها. اعمل ايه لابني اذا كان مش عايز يتكلم بسرعة؟ اعمل ازاي ابني اذا كان مش عايز يمشي دلوقتي؟ اعمل ايه لابني اذا ابتدى يحط بقه مثلا ايده في صباعه او يتنرفز او اي حاجة انت ابتدى ابنك يعملها وانت بتحبه محبة جديدة قوي، وعارف ان هو بيعمله ده غلط، انت عايز ان هو يبطل الحاجة دي انك بتحبه. ربنا بيقول الكلمة دي هي، لان احنا داخلين في ازمنة اللي بعدها مش ازمنة سهلة ومش ازمنة طيبة. لكن كنت بقرأ في يعني الايات دي هات، احنا انا كنت بوعظ الصبح مع الناس بقول لهم ربنا بيقول ان هيحفظ ولاده، هيحفظ ولاده. فين الآيات دي؟ بعض الآيات اللي احنا عايزين ناخدها ونحطها في دماغنا، لأنه طبعاً اللي حاصل بحكاية الفاكسين around the world والفيروس والكلام ده كله بداية أوجاع هتيجي على الأزمنة اللي جاية نقراها دلوقتي من متى 24 كنا بنقراها الصبح. لكن شوف بيقول إيه، لأن يا محبي الرب، من مزامير 97:10، يا محبي الرب ابغضوا الشر،
هو حافظ نفوس اتقيائه. حط بالك دي، لما يجي شر وانت مش عارف تعمل ايه قول انت وعدت يا رب انت حافظ نفوس اولادك من يد الاشرار ينقذهم. في رسالة بطرس الاولى 1:5 بيقول انتم الذين بقوة الله محروسون. اي اية اكتبها قدامك او علمها من اللي انا بقولها دي وحطها قدامك وصليها، احفظ الاية دي، الاية دي ممكن تنقذ حياتك في يوم الشر، لان الايام اللي جاية مفيش فيها حاجة هتكون اسهل من ايام اللي مضت. كل الايام اللي جاية الكتاب المقدس بيعلمنا انه هيكون في ضيق او بداية الضيق، مبتدأ الاوجاع لاولاده. احنا مش هنخش في الضيقة العظيمة انما هنشوف الفليفر بتاع الضيقة دي في الاول. فبيقول ايه بطرس الاولى 1:1 افتكر وهتلاقيها العدد الخامس، بطرس 1:1 انتم بقوة الله محروسون بايمان لخلاص مستعد ان يستعلن في الزمان الاخير. يعني ربنا حط نوع معين من الخلاص بس في الازمنة الاخيرة. طبعا هو ما بيتكلمش هنا عن الخلاص الابدي اللي هو المسيح خلصنا على الصليب، لان ده مش هيكون في الزمن الاخير بس خلاص تم على الصليب، لكن هنا بيتكلم على في خلاص تاني قراه مزخره للأزمنة الأخيرة. ورافر إيه نوع الخلاص ده؟ خلاص من ضيقة، لأن في الكتاب بيقول في كلنا لازم نتعلم الآية دي نصليها ونحطها كل يوم في صلواتنا. هي شبيهة شوية بالصلاة، هي في لوقا آخر 21 في آخر حتة. فين لوقا كده؟ خلينا نقراها سوا. لوقا 21 في آخر حتة بيقول فيها إيه؟ اظهروا ايضا اذا وتضرعوا. اظهروا عدد 36 اللي هو ثلاث اعداد من الاخر. لوقا 21 اظهروا اذا وتضرعوا كل حين لكي تحسبوا اهلا للنجاه من جميع هذا المزمع ان يكون وتقفوا قدام ابن الانسان. ففي حاجه اسمها مزمع ان يكون، حاجه وحشه تحصل للناس كلها في الارض اسمها الضيقه العظيمه، انك انت تحسب اهل انك انت تنجى منها. فبيقول ايه اسهروا واذا وتضرعوا، يعني زي ما بيقول ايه في البنا الذي بنقول ولا تدخلنا في تجربه. عارف الايه دي هي دي بالظبط، ان ديفرنت واي، ان احنا كل مره لما نصلي نقول يا رب احفظنا من الضيقه اللي جايه على العالم وخلينا مستهلين ان احنا نقف قدام ابن الانسان. دي صلوه لازم، هو بيقول اسهروا وتضرعوا كل حين، يعني دي واحده من الريجولر صلوات اللي احنا بنكون بنصليها. فهنا الكتاب بيتكلم على بطرس الأولى 1:5، كلنا نعرف الآية دي، أنتم بقوة الله محروسون. أنا محروس، أولادي محروسين، أحفادي محروسين بإيمان لخلاص مستعد أن يستعلن في الزمان الأخير. الله في الأزمنة الأخيرة زخر نوع من الخلاص لكل حاجة من الحاجات اللي احنا ممكن نتخيلها، خلاص من الضيقة دي هيت، خلاص من الحاجة، خلاص من روحي، whatever ايه الحاجة اللي انت عايزة. الله زخر لنا خلاص في الأزمنة الأخيرة، ما ادهاش في القرن الألف أو 1100 أو 2000. أزمنة الأخيرة ليها صعوبة معينة الله زخر لها خلاص معين وتكلم عنها بطرس بالذات. في آية تانية مثلا في المزامير بطرس الأولى 1:1 عدد 5، بس افتحي 1:1 هتلاقيها. أنتم بقوة الله محروسون. أنا محروس بقوة ربنا بإيمان، يعني إيمان معين، إيمانك ده هو بيحرسك لخلاص مستعد. مستعد يعني إيه بالإنجليزي كمان أقولها يمكن لها طعم تاني، who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed into the last time. يستعلن يعني it's not revealed، الخلاص ده لسه مش مستعلن إلا هيستعلن في الأزمنة الأخيرة الله هيعلنه لنا. في مزمور قصدي في صوم 31 المزمور أي 31 بيقول أحبوا الرب جميع أتقيائه. الرب حافظ الأمانة ومجازي بك، مش عارفة إيه كلمة ممسوحة هنا. طب خلينا ناخد واحدة تانية، لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد، أما نسل الأشرار فيقطع. في مزمور 37، ده مزمور 37 دي في كذا إيه على الخلاص من درجة إن أنا عملتها ترتيلة. بيقول أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب، حسنهم في زمان الضيق.
عايزك تفهم خلاص الصديقين، عايزك تعرف انك محفوظ بسبب ايده، لازم تعرف ان في ازمنه ضيقه صحيحه، مش كده وكده جايه على الناس. ان سبت يو انك تدي قلبك للخوف او تدي قلبك لايه زي دي، وتبقى مرتبط بالايه دي وتحفظها وتعلمها، تبقى عارفها باي هارت وتقولها لنفسك وتسمعها لودانك. اما خلاص الصديقين فمن قبل الرب حسنهم في زمان الضيق، يعينهم الرب وينجيهم وينقذهم من الاشرار ويخلصهم. ليه؟ لانهم احتموا به. The other day عندي واحده ست جت اسمها ماري حنا، هي وجوزها، ما كنتش انا موجوده، وبعد كده على التليفون كنت بكلمها اقول لها مش هيدوكي النضاره اللي ببلاش دي وما اعرفش ايه. فبقى انا ما كنتش حاجه. طب انت حاجزه وكنتي هتيجي، ارفعي سماعه التليفون وقولي انك مش جايه، مصريه طبعا. فبتقولي الفيروس وما اعرفش ايه وابننا ومش عارفه ايه. قلت لها انت اسمك ايه؟ قالت لي ماري. قلت لها ماري ايه؟ حنا. قلت لها وخايفه يا شيخه؟ امال اللي ما عندهمش المسيح يعملوا ايه؟ ما انتيش عارفه ان احنا ان متنا متنا وان عشنا عشنا، نروح مع الرب عندنا ذلك افضل جدا، عندنا رجاء الخلاص القيامه. امال الناس اللي ما عندهمش مسيح يعيشوا ازاي؟ بيكوز الازمنه اللي جايه والضيقه العظيمه اتس ريل. الكتاب وصفها على 21 ضربة موجودة في سفر الرؤيا، وطبعا في زكريا وفي حتت كتيرة قوي من الكتاب المقدس ودانيال. ربنا ما سابش حتة على فم شاهدين وثلاثة بالتفصيل. الحرب الأخيرة هتحصل إمتى وفين، كنت حطها the other day بالخرائط، مين البلاد اللي هتبقى فيها، والخبر الحلو كل المصريين مصريين مش هتيجوا ضد أورشليم، والكمبيوتر كراش لدرجة إنه يعني مسح خالص، طار الفايل وما حصلش حاجه زي كده ابدا على الكمبيوتر بتاعي. امير قعد بتاع ساعه الا ربع يجيبه. قلت يعني انت متغاظ قوي من كده؟ انا بكلم الناس، بكلمهم دايما ان الله يتكلم بالتفصيل الممل، بحيث ان فيش واحد يقف يقول انا ما عرفتش. انت معاك الكتاب المقدس وكلمه الله مكتوبه على فم شاهدين وثلاثه، ليه انت ما قريتهاش؟ ليه ما قريتش كلمه ربنا؟ لو انت كنت قريت كنت عرفت. فحط لهم ازاي الشعوب هتيجي بالخرائط، والفيديو موجود هتلاقيها اسمها أرماجادون لو تحب تسمعها at any time سوزي أنتون، وهتلاقي التعليم ده. والشيطان راح قاطع الحاجة، لما قاطع بالطريقة دي أمير قال لي اوعي تحطي هوب ان الفيديو بتاعك ده هيبقى الفايل ده هيريكفر. قعدوا الناس يصلوا لانه بيعرفوا يصلوا، بيحبوا يصلوا طول النهار، وربنا عمل. قلت للشيطان بص اذا انت دي حاجه غايظاك او جانا بريتش 10 تايمز، انا ما اعرفش اوعظ حاجه مرتين، خلقي بيضيق. فقلت له 10 مرات هوعظ عن حاجه دي اذا كان ده بيضايقك. وحقيقي حصل، واحنا قاعدين ابتدينا في التعليم، وبعد كده الولد اللي معانا كلمه في التليفون وقالوا له والدك توفى. كويس انه كان معانا. مهم ان الوعظه ما تكملتش، انها بتتكلم على بالتفصيل الشديد بالخرائط وبالصور، ايه الخلاص اللي ايه الضيقه اللي جايه على الناس. وانا بتكلم عن الكلام ده في فيديوهاتي كتير. ما فيش حد عنده عذر، انت مش عايز تسمع مش عايز تقرا. لكن the point is ان انا لاحظت وسط الاقباط الارثوذكس اللي احنا منهم، نشكر ربنا احنا منهم بس مش منهم، لان الاولاد هي عصام ازاي ولاد ربنا الأرثوذكس، هم زي ما أنا قلت كذا مرة يعجبكم كلامي أو لا، هم غالبا اللي طالعين من سبت يهوذا وراحوا على مصر، وهم دول من الناس المنتقاة جدا اللي على أساسهم هيحصل نهضة كبيرة، وهم قاعدين في العسل نايمين. واتكلمنا ليه إنه عايز دوت ربنا فراني وراني ليه إن عسل اللي يحصل في كنايسنا، تروح تبقى عايز تحط رأسك على دكة ما ترفعهاش. بعد ما كنت بتكلم عنه الأسبوع اللي فات وأنا مش عارفة ليه، ربنا وراني ليه بالآيات وفهمني ليه الكلام ده. Point is إن الأقباط دولة اللي عندهم الأسرار دي كلها والقوة دي كلها قاعدين في العسل نايمين، لكنك لو جيت أي واحد مسكته من البروستانت أو معرفش إيه، كنت لسه بحكي مع واحد من اللي معايا، ومسكت واحد من الأرثوذكس أو حتى الكاثوليك اللي هيدي رقبته للمسيح هيكون واحد من الكنائس الكونسيرفاتيف دول، مش من واحد من بتوع هاليلويا ولا واحد من اللي بيقروا الكتاب المقدس وكده. حاجة غريبة بالرغم ان معلمتهم في الكتاب قد كده صغيرة، لكن يمكن الصيامات، يمكن الدعوة اللي عليهم، يمكن الاصل اللي فيهم
بيخليهم بيتمسكوا بحق كويس. ولذلك لما تقرا اشعيا 19 بيقول ايه؟ ان الرب ضاربا فشافيا، هيقعد يبهدل في المصريين بهدله عشان يرجعوا ويعرفوا الرب. اللي حزن قلبي انك لما يجي لي كاستمر مصري كلهم ار ان فيري هيفي ديبرشن، كلهم ار فيري انبيليفنج بيليفرز، ما حدش عنده. يا اخي انت عارف الحاجه، عارف التعزيه اللي ليك، عارف انك لو مت خايف من ايه؟ خايف من انت لو رحت هتكون مع الرب هيكون زك افضل. اذنت ايميل مش احسن من واحد فينا النهارده؟ احنا كنا فيس جيات جايه على الارض، ايميل في السماء، وابو الولد دوت راح السماء برضو، صلينا معاه وربنا اتحنن عليه، مع حياته ما كانتش كويسه ابدا، احسن مننا، لانهم مش هيقفوا الوقفه دي اللي احنا قلنا عليها في لوقا 21، دي اللي تيجي على العالم كله، اللي لازم نصلي ان احنا ربنا ينجينا منها ونحنا نقف قدام ابن الانسان. The point is why المصريين عندهم الدبريشن والبليف انبليف اللي فيهم دوت. لما انت يكون على حياتك دعوه عليا انك انت مدعو انك انت تقود، لما تقرا اشعياء 19 صحيح الدعوه دي مش هتحصل قبل الاختطاف من الروح مع المسيح، لما تقرا بالتدقيق مصر هتقوم الامه دي هي في أزمنة الضيقة العظيمة. بس زي يكون أنت عليك دعوة. يعني خلينا مثلا ناخد مثل بسيط نفهمه، واحد زي ابن أمين الصغير ده ولا ابن أمير الصغير، الببهات دول يكون مكتوب عليه أنه هو هيبقى كينج وان داي، ويكون عايش حياة كلها غباء، كل اللي حواليه يركبوه، إزاي هتبقى أنت قائد وأنت بتتركب كده من كل حد؟ إزاي تبقى واحد مدعو أنك أنت تقود أمم وتكون عليك دعوة كبيرة كده كشعب وانت قاعد في الدبريشن والخيبة وحطيت لي راسك على الدكة مش قادر ترفع راسك؟ شوف اي واحد مسيحي من الارثوذكس وبعدين تقول له ايه ده، زي ما الست دي قلت انت اسمك ماري؟ قلت لي اه. اسمك حنة؟ شيم اون يو، معاك المسيح، معاك رجاء القيامة، امال اللي معهمش المسيح يعملوا ايه؟ فهنا احنا هنرجع تاني لموضوعنا. المسيح بيقول في الايه اللي انت اخترتها لنا امين، فارميا بيقول ماذا اعمل من اجل بنت شعبي؟ ماذا اعمل؟ اعمل لها ايه؟ وبيقول في اشعيا 2 افتكر ماذا اعمل لكربي وما عملتوش. كلمات كده وتحس انك انت لما تسمعها بالنبره، لو انت متخيل انه يسوع بيقول الكلمات دي. وطبعا الايات اللي انت طلعتها لنا دي او اختارها الكتاب آيات بتتقال كلها في سفر في الفترة بتاعت المسيح في ألامه على الصليب وكده. بيقول إنه على الجبال أرفع بكاء ومرسات على مراعي البرية ندبا لأنها احترقت فلا إنسان عابر. كلام كبير والله. أمين بتختار لنا حتت صعبة، الله يباركك. بيقول إيه؟ ادعوا الندبات يقعدوا يندبوا فيأتينا وارسلوا الى الحاكمات فيقبلنا. ربنا عايز يعمل اي حاجه عشان يخلص شعبه. بيقول هنا هو في الحته الاخيره هكذا قال الرب، لا يفتخرنا الحكيم بحكمته ولا يفتخر الجبار بجبروته ولا يفتخر الغني بغناه. وما اللي يفتخر بايه؟ لا الحكيم بحكمته، يعني الحكمه دي هو الروح القدس، ولا الجبار بجبروته ولا الغني بغناه. امال هتفتخر بايه يا مرمر؟ امين بيقرا لنا من ارميه 9 والعدد 23، ولا يفتخرنا المفتخر بانه يفهم ويعرفني اني انا الرب الصانع رحمه وقضاء وعدل في الارض، لاني بهذه اصر يقول الرب. حاجه اللي هتفتخر فيها لما انا ابتديت المينستري ديت اخذت الاسم ده سوزي أنتون daughter of the most high، أخذت حطيت الاسم ده على نفسي. أنا never knew ده، دي حتى كلمة كتابية، the son of the most high. أنا افتخرت بأبويا، is the most high، أنا بنت the most high، أعلى واحد. بهذا تفتخر أنك أنت بتفهم وأنك بتعرف الرب اللي صانع رحمة وقضاء وعدل في الأرض كلها، لأني بهذا أصر. العدالة بتاعت ربنا مرات بتخوفنا، أنت بتبقى عايز عدالة ربنا جاستس لما يكون في حد نهب حقك أو أذاك أو كده، لكن عدالة ربنا هتطهر الأرض كلها من كل شر وتخلينا نخش على أرض جديدة وسماء جديدة.
هعيد الآية دي تاني واسيبكم عشان خاطر اللي بيمتحنوا واللي رايح الكنيسة. بطرس الأولى 1:5: أنتم الذين بقوة الله محروسين بإيمان لخلاص مستعد أن يستعلن في الزمان الأخير. Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed into the last time. ففي salvation جاية في الأزمنة الأخيرة. بل اللي مفروض أن أنا أعرف salvation إزاي دي، زي ما هنا هو الآيات لو دولة لينك ببعض، أنك تفتخر بأنك بتعرف وبتفهم إيه قالها إزاي، أنك بتفهم وأنك بتعرف الرب قصده إيه. الرب ليه مقاصد للمصريين وما مش عارفينها. أقام بعض الخدام الكويسين الأمنة اللي بيتكلموا على الأزمنة الأخيرة والحاجات دي، نشكر ربنا، رجال بيخافوا ربنا وبيحبوه بيتكلموا عنه، بيتكلموا عن الروح القدس، أبونا مكاري وكل الحاجات جهات الحلوة اللي حصلت في مصر في الفترة الأخيرة، فنشكر ربنا من أجل النهضات دي. إنما لو أنت مسيحي and depressed they're not to be، ولو أنت عارف فاكر نفسك أنك عارف أو متكل على ثروة أو متكل على حكمة أو متكل على جبروت قوة عندك، ما تتكلش غير على أنك أنت بتعرف رب معرفة حقيقية وبتسمع له. الرب بيتكلم بخلاص معين يخلصك، بيكلمك بصوت واضح في الأزمنة الأخيرة على حاجة هتخلص حياتك، ما بين أنها تخلص الإنسان أو ما تخلصوش شعرة. لازم ودنك تبقى على طول تبتدي تتدرب، إذا ما كنتش بتعرف تسمعه، وإذا كنت بتسمعه اسمعه أكتر بكل، ما حدش يجي ياخد دماغك ويدي لك اعمل كده أو اعمل كده، ولا أسيسك ولا أي حاجة. كنا بنتكلم على الكلام ده الصبح، أزمنة الأخيرة الهواية اللي هتيجي روح غاي بيتكلم عنها في مصر، روح غاي في إشعياء 19 هتيجي على مصر بشدة وعلى العالم كله، بحيث إن قال له هتعمل إيه تقويهم، قال له هيجي بروح كذب على الأنبياء بتوعه يخليهم يتنبأوا ليهم كلمات كذب. يعني أنت هتروح للأسيس وتقول له مثلا، أو للكاهن أو الراعي اللي بيرعاك روحيا النبي whatever، تقول له أعمل كذا ولا كذا، بتاخد كلام منه. ربنا دبر إنه يحصل هلاك للناس ديهات اللي رفضته عن طريق روح غاي من فم الأنبياء بتوعهم. فإحنا النهاردة نتعلم إن إحنا نكون فخورين زي ما بيقول إن إلهنا، نحن نفهمه ونحن بنعرفه، لأن الرب صانع إيه؟ رحمة، صانع إيه؟ قضاء، صانع عدل. إن أنا محفوظ في إيدك لخلاص عادته أنت في آخر الأيام. اتعلم تسمع صوت ربنا في كل كونديشن وفي كل ظرف صغير، علشان ينيد الطريقة دي أنك تسمعه صح. You cannot afford تسمعه غلط. القرار اللي أنت هتاخده هينجيك وينجي أسرتك، هيطلعك من مأزق أو هيوديك في القرار الغلط. أنا بصلي أن كل واحد يكون سامع لكلامنا دوت ياخد عهد على نفسه أنه يصلي لربنا أنه يشاربن الهيرينج، عشان ما سيبكمش حيرين الروح النعاس جهية اللي قال عنها الكتاب المقدس في إشعياء، لو عايزين نبقى نقراها مرة تانية، وقال عليها بولس الرسول اسمها روح نعاس سلامبر، ابتدت تيجي على اليهود لأنهم كانوا مش عايزين يسمعوا كلام ربنا. نبقى نقرأ الحاجة دي مرة تانية لو تحبوا. وبعد ما بتروش عايزين يعبدوا أوسان، مش عايزين يكيب السابس يوم السبت، مش عايزين يعملوا حاجة، وبعد كده شافوا الويلات اللي بتقولهم لأنهم مش عايزين يسمعوا كلامه. ولما ابتدوا يعرفوا كده وابتدوا يسمعوا كلامه، ابتدوا يعبدوا الحرف مش اللي كاتب الوصايا، قلبهم اتقسى فبقوا ناموسيين جدا. جه المسيح قال لهم ايه؟ ويل لكم ايها الناموسيون، انتوا بتحفظوا تعشروا النعنع وتسيبوا. ابتدى يكلمهم الكلام ده. فالكنيسه الارثوذكسيه on the same line، هي بتقدس الحرف اكتر ما ودخلت في نفس الطقس دوت، عشان كده روح النعاس جه عليها. روح النعاس دوت علشان نبقى بنخلص خلاص. امير هيقول لي قلتي 5 مرات نخلص، جاي على الجيل دوت، بس من ايام اشعيا ومن ايام يسوع بيقول انه جال sleep of slumber، ودانهم ما بتسمعش وعينيهم ما بتشوفش. انا عندي على الاقل 4-5 عيال كل اسبوع بشوفهم جايين يشوفوا حكايتهم. العيال ذكيه جدا لكن قاعده لا قادره تسمع ولا قادره تفهم، عشان فده اسمها spirit of slumber، جاي على الكنيسه، جاي على الناس. انا spirit يعني روح، روح يعني حاجة وحشة تقدر تنتهرها من الشخص. ازاي ننتهر spirit of slumber عن الكنيسة وانت رايح النهاردة فيها؟ اول ما تخش تقول في اسم يسوع انا بأمر spirit of slumber او النعاس يفارق الكنيسة بتاعتي في اسم يسوع.
الناس مش هيجي لها الاحساس بانه عزه اني مور. الناس هتتنبه ودانها هتتفتح، عينيها هتشوف، قلبها هيتحرك وهتستجيب للرب بكل بساطه وبكل صوره في اسم يسوع. سبيريت اوف سلامبر بالانجليزي او روح النعاس، النوم التقيل ده اللي بيجي على ناس في اسم يسوع، انا بامره يمشي لا اكتر ولا اقل. هتبص تلاقي الشخص اللي قدامك استجاب بطريقه تانية، الكنيسه بتاعتك ابتدت تجيلها نهضه وانت مش فاهم عنها دي ايه، وهي حاجه سهله قوي الكتاب عرفها لنا. سوري اذا كنت طولت، لكن القعده معاكم حلوه يا جماعه. امين. صللنا. اشكرك يا رب على كل حال وكل حال، بتدينا الكلمه الحلوه دي بدون ما نكون عارفين احنا عايزين نتكلم في ايه. أيوة. يا رب خلينا نفهم وخلينا نشكر ونفهمك ونقدر فعلا نوصل الكلام دي للناس كلها. حافظ علينا وحافظ على أولادنا وحافظ على بيوتنا والحاملات اللي جايين، إن شاء الله يكون حملهم سهل ويجيبوا لنا كده عيال نفرح بيها. أمين. وربنا يكمل وصلنا ستاوز بخير. أمين يا رب. ونشكرك إنك فادي نجح. مبروك. وعقبال ما سوزي كمان تنجح وتخش في المكان اللي عايزه تخش فيه. سعاده في امتحانها يا رب النهارده. حافظ علينا ونقول لك بكل شكر لابانا الذي في السماوات. يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، كل شيء كما في السماء كذلك على الارض. ثم كفافنا عطينا اليوم واغفر لنا ولا تدخلنا في تجربة، لكن شكرا حبيبي، شكرا.